بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة بإذن الله هنكون مع فريق كرة السلة سيدات، المباراة الثالثة في بيست اوف 5 أو الأفضل في 5 مباريات في نهائي دوري السوبر المصري موسم 23-24. المباراة ستقام في تمام الساعة 8 على صالة الدكتور أو مجمع الدكتور حسن مصطفى. النادي الأهلي فاز بالمباريتين الأوائل، يعني المباراة الأولى فاز النادي الأهلي بنتيجة 83-68 والنتيجة والمباراة الثانية فاز 89-79. النهاردة في حالة فوز النادي الأهلي يكون طبعا حصل على اللقب لهذا الموسم. لا قدر الله في حالة الخسارة من سبورتنج النهاردة هنأجل إعلان الفائز للمباراة القادمة، ولكن اللي بيفوز بثلاث مباريات بيفوز باللقب مباشرة وطبيعي في البيست اوف 5. أول سنة السنة دي تقام المسابقة بنظام البيست اوف 5 مع السيدات، كان دائما بتبقى بيست اوف 3 ولكن هذا الموسم قررت لجنة المسابقات تكون بيست اوف 5. نتمنى كل التوفيق النهاردة لفريقنا ويكون إن شاء الله الفوز من نصيب النادي الاهلي. قبل ما نروح للمباراه نتولها فنيا وتحليليا لازم ارحب بضيوف المنورين في الاستوديو، كباتن مصر والنادي الاهلي كابتن نبيل بخيت نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك كابتن نبيل. اهلا بيك وبجمهور النادي الاهلي، اهلا بيك. منورنا يا كابتن. الله يخليك ربنا يكرمك. ايضا معانا طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر كابتن محمد موسى. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم. منورنا وان شاء الله تبقى مباراه جيده باذن الله. شرف ليا طبعا ان انا موجود مع حضرتك النهارده ومع كابتن نبيل. كابتن نبيل كان مدربي في يوم من الايام فشرف ليا. انا كمان طبعا مش عايزين نكبرك يعني يا كابتن نبيل بس دي حقيقه. يعني كابتن نبيل من المديرين الفنيين يعني ليهم تاريخ كبير جدا جدا يا كابتن نبيل، واتمنى لك اكيد كل التوفيق. كابتن نبيل النهارده المباراه اكيد مهمه. نادي سبورتنج الموضوع صعب عليه، يعني نادي سبورتنج النهارده عشان يفوز باللقب وطلب منه يفوز بالثلاث مباريات اللي ورا بعض، وده بيعتبر مهمه شقه بتحبط اي فريق بيبقى في الوضع ده. النادي الاهلي النهارده عايز ياكد ان فوزه وخلاص وياثر بقى المشوار ويفوز بالمباراه الثالثه النهارده عشان يلقب باللقب، وخاصه ان دي اخر بطوله لفريق السيدات السنه دي. شايف المباراه ازاي يا كابتن نبيل؟ انا شايف من المباراتين اللي فاتوا ان النادي الاهلي فايق واحسن في اداء المباريات، لكن طبعا لازم يكمل النهارده وما يديش فرصه نادي سبورتنج ان هو يرجع، خاصه ان اول مباراه كان الفرق حوالي يعني وصل فتره من فترات 20 بونت. المباراه الثانيه فرقنا بس برضه انتهى 10 بونت، فيعتبر ان نادي سبورتنج شويه يعني قدر ان هو يقلل الفرق ما بيننا. فأرجو النهاردة أن هم يكونوا يعني زي المباراة اللي فاتت، يلعبوا بقوة ويبقى أداء جماعي، لأن الأسيست هو برضو كان من أسباب أن احنا كسبنا، أن الفرقة بتلعب لبعض كتير. فيعني بإذن الله بإذن الله أن احنا بإذن الله نقدر ننهي النهاردة الجيم لصالحنا. ودي لقطات أرشفية من مباراة الكأس، فاينل الكأس اللي فاز به نادي طبعا الأهلي في هذا اللقاء، وكان بالمناسبة على نفس الملعب. واخر ثلاث مباريات ما بين الاهلي وسبورتنج فاز فيهم النادي الاهلي. المباراه الاولى كانت كاس مصر اللي حضراتكم بتشوفوا لقطات منها، وايضا المباراه الاولى في البيست اوف 5 والمباراه الثانيه فاز فيهم النادي الاهلي، وده ياكد الحمد لله ان فرقتنا زي ما قال كابتن نبيل بخيت فايقه يعني بشكل جيد جدا، ونتمنى اكيد طبعا كل التوفيق لفرقتنا النهارده. كابتن محمد شايف المباراه النهارده ازاي، خاصه الحقيقه ان احنا كلنا يعني مش اتفاجئنا ولكن البنات فاجئونا الحقيقه بالمستوى في غياب سوريا احد طبعا نجمات افريقيا ومصر في كره السله، غابت عن الفريق، ولكن الحمد لله استطعنا باقي اعضاء الفريق من اللاعبات ان هم يسدوا يعني غياب لعيبه كبيره، واستطاع كابتن طارق خيري المدير الفني ان هو يقود الفريق باقتدار. رايك ايه في الكلام ده كابتن محمد؟ انا بشوف النهارده ان هيبقى اصعب جيم على النادي الاهلي النهارده. احنا شفنا الماتشين اللي فاتوا، يعني احنا طول الجيم كابتن طارق كان بيغير في طريقه الدفاع على طول الجيم، وكابتن حورس ما قدرش يوصل لطريقه ان هو يضرب بيها الدفاع، لكن النهارده الدوافع هي اللي هتبقى مختلفه شويه. ان نادي سبورتنج النهارده بيلعب وهو ما عندوش فرصه غير الفوز، يعني الموضوع بالنسبه له فرقه زي ما اكنك بتلعب فرقه مش باقي على حاجه. فانت كسبان 2-0، انت لسه عندك فرصتين كمان للبطوله، هم ما عندهمش اي فرصه غير النهارده، فده اللي هيصعب الجيم شويه النهارده. فنتمنى ان احنا يعني لاعبتنا النهارده يكونوا من بدري يخلصوا الجيم، لان كل ما الوقت بيعدي كل ما هيبقى فرقه سبورتنج هتبقى بتموت على الجيم اكتر. فلو انت قدرت في الاول تكسرهم شويه معنويا، تفرق مثلا 5 او 10 بوينت في الكورت الاولاني، ده هيبقى مفتاح المكسب النهارده ان شاء الله. كابتن بتهيالي ان فرقه تبقى خسرانه او متاخره 2-0 في سلسله مباريات الحقيقه ما شفتهاش في مصر،
يعني يمكن بتحصل في الام بي كتير ساعات بتبقى متاخر 3-0 وتفوز باربع مباريات ورا بعض، بنشوف على ليفل عالي شويه اكيد. ولكن من بعد ما طبق البلاي اوف اللي انا النهارده شايف انه ما عادش بيناسب، يعني بصراحه بالمناسبه قلنا الكلام ده في حلقه الابطال امبارح ان البلاي اوف ما يناسبش دلوقتي نظام اشتراكاتك الدوليه، يمكن اشتراكاتك الدوليه الاكثر بتبقى على شكل دوره مجمعه، فلازم نعود مره اخرى للدورات المجمعه، وده وجهه نظري المتواضعه. لان انت النهارده البلاي اوف نص الفرق بتبقى خلاص زي ما بيقولوا صيفت بدري، ما بتشاركش في النهائيات، ولكن انت النهارده محتاج ان اكثر لعيبه تبقى موجوده. اذا النهارده نادي سبورتنج عنده مشوار صعب جدا، كونه يفكر في المشوار ده لوحدها بتحبطه، يعني أكيد مجرد أكيد. انه يفكر انه محتاج يفوز بثلاث مباريات ورا بعض عشان يفوز بلقب الدوري ده في حد ذاته محبط لاي فريق، حتى فريق كبير فريق صغير. شايف النهارده يقول لك حتى لو كسبت النهارده انا مش هكسب اللي بعده، حتى لو كسبت اللي بعده مش هكسب اللي بعده. فشايف النهارده هل ده ممكن يكون نقطه ايجابيه في صالح النادي الاهلي، ولا ممكن تبقى طبعاً نقطه مش ايجابيه ان النادي سبورتنج يلعب وزي ما انت تقول ما بقاش باقي على حاجه؟ طبعا هتبقى نقطه ايجابيه، لان ده اللي انا بقوله، ان احنا محتاجين ندوس في الاول عشان يوصل لهم الاحساس اللي حضرتك بتقوله ده، اللي احنا محتاجين نخلص الجيم من بدري عشان يبقى خلاص هم فقدوا الامل بدري، فمش هيقدروا يعملوا اي حاجه. لكن ان انت هتلعب على بالطريقه دي مش هتدي للجيم حجمه بعد مكسب ماتشين، ده اللي ممكن يخلي يصعب الجيم، لان هو زي ما بقول لك هم مش باقيين على حاجه، مكسبهم النهارده هو الامل الوحيد ليهم ان هم يفضلوا مكملين. الموسم ما يبقاش انتهى بالنسبه لهم بعد ثلاث ماتشات، خساره 3-0 من النادي الاهلي بعد ما انت كسبت في الرايح جاي، انت هو كسب السبورتنج كسب بالظبط، فالماتشات ما كانتش ده المقياس. احنا شفنا الاهلي كسب في المباراه النهائيه، ونتمنى ان فرقه النادي الاهلي النهارده يعني تورينا اللي تعودنا عليه في دي فرقه النادي الاهلي، بيبان في الماتشات النهائيه دايما ان انت بتقدر شخصيه البطل بقى هنا بتظهر، بتقدر تخلص الجيم في الاخر ان شاء الله. نعم، وزي ما عودناكم الساده المشاهدين هنستعرض مع حضراتكم مع ضيوفي يا كابتن محمد، لو نبتدي بالجهاز الفني طبعا للنادي الاهلي نستعرضه مع حضراتكم، ونستعرض ايضا الجهاز الفني لنادي سبورتنج واللاعبات، وبعد كده نروح فنيا اكتر. كابتن محمد استاذن حضرتك لو نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لنادي الاهلي. الجهاز الفني لنادي الاهلي النهارده كابتن طارق خيري هو المدير الفني، بيساعده كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، ومعاه كابتن علياء محمود المدرب، ماجد المسلمي مدير الفريق او تيم مانجر، كابتن نجاح ابراهيم هي اداريه الفريق، اكرم الشرباجي محلل اداء، دكتور محمد علي عبد العزيز اخصائي لياقه بدنيه، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين الكيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مايل قاضي هي الاخصائيه النفسيه. اشكرك يا كابتن محمد. نروح لكابتن نبيل بخيت ونستعرض مع كابتن مصر والنادي الاهلي. كابتن نبيل، الجهاز الفني لنادي سبورتنج، اتفضل يا كابتن نبيل. الجهاز الفني لسيدات سله سبورتنج، محمد محروس حورس المدير الفني، حسن غريب المدرب العام، جانت السباعي المدير الاداري، احمد محمد مخطط احمال، دكتور اسماء عوض طبيبه الفريق، محمد جابر اخصائي التاهيل والعلاج الطبيعي. اشكرك كابتن نبيل، وده كان جهاز الفني نادي سبورتنج. بالمناسبه نادي سبورتنج هو بطل افريقيا لكره السله للانديه، اللي شارك او اللي هو حامل لقبها لسنتين على التوالي، اذا فريق محترم جدا جدا جدا، وفريق يضم مجموعه كبيره من اللاعبات. نستكمل استعراض قوائم الفرق، اروح لضيفي كابتن محمد لو نستعرض قائمه فريق النادي الاهلي اللي هيشاركوا النهارده في المباراه، اتفضل يا كابتن محمد. رقم 2 هنا حتحوت، رقم 4 ميرال اشرف، رقم 7 نادين السلعاوي، رقم 10 دينا عمرو كابتن الفرقه، رقم 12 رضوى محمد، رقم 14 فريده وائل، رقم 15 رنيم الجداوي، رقم 22 المحترفه ليليانا، رقم 33 تماره نادر، رقم 40 حبيب محمد بيكو، رقم 44 يرى اسامه، رقم 99 جايده خالد. اشكرك كابتن محمد، وننتقل الى قائمه فريق نادي سبورتنج. نستعرض قائمه اللاعبات اللي هيخوضنا النهارده اللقاء امام النادي الاهلي، اتفضل كابتن نبيل. رقم 0 ايه الفقي، رقم 1 ريم موسى، رقم 3 ديستني بيتس، رقم 4 منار إيهاب، رقم 5 نور علي طلعت، رقم 9 أسرار ماجد، رقم 10 نورهان فؤاد، رقم 11 جينا حلمي، رقم 13 نادين ياسر، رقم 14 هاجر عامر، رقم 24 عائشة سالم، رقم 34 هالة مصطفى. أشكرك كابتن نبيل، ودي كانت قائمة نادي سبورتنج. وخلينا نستعرض مع حضراتكم حكام هذا اللقاء أو حكام لقاء اليوم بإذن الله. عندنا طبعا ثلاث حكام زي ما حضراتكم عارفين بيكونوا حكام الملعب، محمد سعيد زايد الحكم الأول، محمد يحيى زكريا طبعا حكم تاني، ورانا خالد، دول حكام
الملعب، واكيد طبعا حكام الترابيزه طبعا بتضم مجموعه من الحكام، ولكن دول حكام اللقاء اللي اتمنى لهم كل التوفيق النهارده. يعني خلينا نروح لبعض الفنيات. كابتن محمد، تابعت انت المباراه الاولى والثانيه لهذا الفريق؟ ملاحظاتك ايه؟ ملاحظاتك ايه على فرقه النادي الاهلي وملاحظاتك ايه على فرقه سبورتنج في المباراه الاولى والثانيه؟ فرقه النادي الاهلي يعني الحمد لله احنا عندنا ثلاثه لعيبه هم بيمثلوا 75% دايما من السكور بتاع النادي الاهلي، ميرال ورنيم ونادين السلعاوي. الثلاثه دول جايبين 63 بوينت من 83 بنسبه 75%. في الجيم الثاني نادين ورنيم وميرال برده بيجيبوا حوالي 70 بوينت من 89 بنسبه 78%. فاحنا النهارده ان شاء الله الثلاثه دول يكونوا في مستواهم الطبيعي ببقيه الفريق، يقدروا يخلصونا في الجيم بدري ونقدر نوصل. الملاحظه اللي كانت على فريق نادي سبورتنج ان دفاعيا فريق نادي سبورتنج دايما بيبقى عندنا شقين في الدفاع، بيبقى عندنا شق انفيدوال الدفاع الفردي للعيب والتيم ديفنس. فالاثنين كانوا غايبين تماما عن فريق نادي سبورتنج في الجيمين اللي فاتوا. كابتن طارق قدر بكل الطرق ان هو يخترق كل الدفاعات وكل الطرق الدفاعيه اللي كابتن محمد محروس لعب بيها، احنا قدرنا نتحرك فيها كويس جدا. لعبوا زون، شوطنا اكتر من 12 3 بوينت في الجيم الاولاني و11 في الجيم او 13 في الجيم الثاني. قدرنا نلعب واحد على واحد بطريقه كويسه جدا، فما قدروش يلعبوا مان تو مان. دفاعيا الفريق مش كامل تماما، مش جاهز تماما، وما غيروش الدفاعات بتاعتهم طول الجيم، انما احنا قدرنا نلعب 1-2-2، قدرنا نلعب 2-3، قدرنا نضغط عليهم من اول الملعب. فالتغيير في طريقه الدفاع دي بتخلي اللعيبه حتى لو هو اللعيبه بتاعتهم كويسه جدا هجوميا مش قادرين يتحركوا، وده باين جدا في السكور ان ما حدش بيجيب سكور في فرقه سبورتنج غير بيتس. هي بالظبط كده، هي الوحيده اللي بتحاول تقدر تلاقي هاجر شويه. هاجر مش فايقه الفتره دي، لكن هاجر لما بتفوق صراحه الماتش بيفرق كتير. هاجر في مستوى، انا شايف انا من وجهه نظري ان هاجر في مستواها الطبيعي، لكن فرقه الاهلي دفاعيا هي اللي قادره تقفل عليها. يعني قبل كده دي احسن لعيبه في مصر. طبعا في الماتشين دول النادي الاهلي قادر. ما انا بقول الماتشين دول مش في مستواها، لكن هو بيقول لك ان هو في مستواها. لا هي مش في مستواها في العادي، هاجر بيكون اكتر. يعني حتى السكور اللي جابته في الماتش اللي فات في الثالث والرابع، يعني في الاول والثاني ما كانتش جايبه حاجه، دليل ان هي مش في مستواها. طب رايك ايه يا كابتن؟ هل تتفق مع كابتن محمد في ان النادي الاهلي نجح دفاعيا وهجوميا من خلال مفاتيح لعبه ونادين؟ اتفضل كابتن. انا اتفق معاه في حاجات، لكن في اختلاف. يعني احنا عندنا مجموعه لعيبه، يعني فريده وائل، يعني فريده لما برضه لما بتبقى فايقه او من ضمن الناس اللي هي فعلا بتعمل نقله في الفريق. المحترفه في ماتش الكاس كانت كويسه جدا، وفي الماتشين دول بتادي، يعني تعتبر بتادي. عندك برضه تمارا نادر وحبيبه بيكو ويارا اسامه وجايده. لا الفريق النادي الاهلي فريق متكامل. والمدرب اللي هو كابتن او المدير الفني كابتن طارق هو قال من ماتش الكاس ان هو بكل تركيزه على ماتش سبورتنج مش على اي ماتش تاني، فهو دارس فرقه سبورتنج كويس جدا، وبيحاول يوقفها بتغيير الدفاعات وتغيير طرق الهجوم على الدفاعات بتاعتهم. ودي برضو عامله سبورت للنادي الاهلي، ان لا احنا فعلا احنا مركزين ومركزين ان احنا ناخد البطوله دي، فدي حاجه بالنسبه لنا احنا كويسه. انا اتوقع ان فرقه سبورتنج النهارده لما كنت حضرتك بتتكلم برضو عن الدفاعية لكل فرقة، نعم، دي هتعتمد على الجهاز الفني. هل الجهاز الفني هيقدر الموتيفيشن بتاع كل واحدة يدفعه بحيث ان النهاردة يقدر يعمل ماتش كويس سواء لسبورتنج او لنادي الاهلي؟ دي هتعتمد على الجهاز الفني. في ان هو يقدر الدفاعية بتاعت الفريق ان هو يحاول ان هو يدفعها. الاتنين ممكن. هل ممكن سبورتنج يرجع للجيم؟ ممكن، بس برضه ان هو يرجع للجيم ويبقى عايز ثلاث مباريات زي ما حضرتك قلت، صعبة. ان بتعمل احباط جامد جدا للعيبه، خاصه لما يكونوا كبار في السن. نعم. الان نادي الاهلي عنده الدفاعيه اقوى بكتير جدا. هي مباراه ونخلص ونقدر نكسب، وانت فعلا كعنصر شباب او كعنصر مثلا سرعه وقوه، لا انت اعلى من السبورتنج. نعم. كابتن نبيل، في ملاحظه، يعني النادي الاهلي لعب في المباراه الثانيه بتسع لاعبات فقط من اصل 12 لاعبه كان النادي الاهلي يسجلهم في القائمه، والمباراه الاولى برضو لعب ب 10، وفي الوقت السبورتنج برضو بيلعب ب 10. ما فيش فرقه من الاثنين عملوا روتيشن كامل. يعني مثلا عندنا
في المباراه الاخيره النادي الاهلي ما لعبش بهنا حتحوت، وما لعبش ايضا بيارا اسامه، وما لعبش بجايده خالد كده اه. ففي كده ثلاث لاعبات، لعب تسع لاعبات في الوقت اللي النادي يعني سبورتنج لعب ب10 لاعبات، فالدنيا قريبه. ولكن النهارده سؤالي لضيوفي الاعزاء، النهارده قد يكون في اجهاد، النهارده انت عندك في ثلاث لعيبه تحملوا، ثلاث لاعبات تحملوا العبء المباراه الاولى والثانيه زي ما حضرتك قلت، رنيم الجداوي وعندك مزبوط. يعني نادين السلعاوي وميرا الاشرف، وميرا الاشرف الثلاثه تحملوا عبء المباراتين. طب انا النهارده دي حاجه تقلقني برضو، ان هم ممكن يتحملوا اوفر لود جدا، وممكن النهارده يغيبوا عن مستواهم او واحده تغيب عن مستواهم، هفقد قوه هجوميه كبيره جدا. شايف النهارده الاجهاد ممكن يأثر علينا بشكل او اخر، ولا انت ما تتوقعش ده؟ يعني اعتقد ان الكواليتي بتاع اللعيبه يعني احسن، يعني لسه احنا جايين من راحه طويله جدا، فالكواليتي بتاع فرقه الاهلي كامله يقدر يتحمل المباريات، حتى المباريات يعني بيبقى فيه يوم راحه، بيبقى فيه استشفاء، وهم لعيبه يعني معظمهم لعب بره، يعني ميرال كانت بره، رنيم كانت بره، نديم كانت بره، فانت عارفين كويس جدا ايه هي طرق الاستشفاء والكلام ده كله. وده اللي الكابتن كمان كابتن نبيل كان بيقول عليه، المهم جدا ان مش معنى كده ان الثلاثه دول اللي بيجيبوا السكور هم اللي كانوا شايلين الجيم، لا طبعا، هو وجود فريده وائل، وجود دينا عمرو، وجود بيكو، وجود رضوى، وجود بقيه فريق نادي الاهلي، برضو هم في اللحظات الصعبه هتلاقي ان هم موجودين. فحتى لو هو فرقه نادي سبورتنج قدرت تقفل شويه على رنيم وعلى نادين وعلى ميرال، هتلاقي بقيه الفرقه مع المحترفه قادرين يكملوا. لا اعتقد النهارده الاجهاد مش هيبقى عامل مؤثر، اعتقد ان الاجهاد هيبقى عامل مؤثر في فرقه سبورتنج اكتر كمان النهارده، لان هو الروتيشن بتاعه ممكن يكون روتيشن شكله ظاهريا ان هو بيلعب ب10 لعيبه، لكن لو بصينا في الارقام هنلاقي ان الخمسه اللي بيلعبوا طول الوقت الباقيين بيلعبوا 4 أو 5 دقائق، على عكس النادي الاهلي انت بتلعب في لعيبه بتلعب 12 دقيقه، في لعيبه بتلعب 18 دقيقه، في لعيبه بتلعب 17 دقيقه. انما فرقه نادي سبورتنج ما عملتش روتيشن، وكمان معدل الاعمار عندهم اكبر، فاعتقد ان العامل البدني والعامل الاجهاد هيكون في صالح النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. كابتن نبيل، رايك ايه في موضوع الاجهاد والعامل البدني، هل في صالحنا ام في صالح نادي سبورتنج في يوم او في مباراه ثالثه هي من نوعها في سلسله المباريات؟ بص، انا توقعي ان الفرقتين هيحاولوا يلعبوا ان هو ماتش كاس، لان هو ماتش حياه او موت، ده عشان يرجع للجيم وده عشان يكسب البطوله. نعم. هيعتمد الروتيشن على الفرق السكور اللي حاصل جوه المباراه. هل انا اقدر اعمل روتيشن واريح ناس وانزلها تاني، ولا الماتش ماشي ايكوال وانا مضطر العب مثلا 5 أو 6 لعيبه وادورهم مع بعض، يعني وادورهم في الجيم. بس انا اعتقد فعلا زي ما كابتن محمد بيقول ان النادي الاهلي عنده يعني روتيشن اعلى من نادي سبورتنج، مجموعه اللعيبه اللي ممكن يريح بيها اعلى، يعني زي ما قال دينا عمرو لعيبه مهمه جدا ولعيبه مؤثره، في نفس الوقت رضوى برضو حبيبه بالنوع اللي هم ممكن ترميهم يادوا لك فترات كويسه بفعاليه عاليه. حبيبه بيكو مستقبل النادي الاهلي، حبيبه بيكو طبعا اللعب يعني. وحتى جايده خالد مع انها ما لعبتش هي ويارا اسامه، بس تقدر اتنين لعيبه كويسين جدا. نعم. وممكن يشاركوا في الجيم لو احتاجهم الجيم. اشكرك كابتن نبيل. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمره الاهلي وسبورتنج كره السله سيدات دوري السوبر المباراه الثالثه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا تغطياتنا المستمره لمباراه او الجيم 3 في بيست اوف 5، سلسله مباريات بيست اوف 5 في نهائي دوري السوبر المصري كره السله سيدات موسم 23-24 بين الاهلي وسبورت. وزي ما عودناكم بنروح لارض الملعب عشان ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه مع زملائنا الاعزاء هنا ابو القاسم ومريم سميح، اليكما الكلمه. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام كباتننا الكبار طبعا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد موسى، برحب بكل متابعي ومشاهدي الشاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص يعني 5 دقائق بتفصلنا عن جيم 3 ما بين النادي الاهلي وما بين سبورتنج في نهائي طبعا سلسله دوري السوبر، وهي الحقيقه يعني يا كابتن هيثم من داخل مجمع صالات دكتور حسن مصطفى، ويمكن بعد اقل من شهر على تتويج ملكات السله بكاس مصر على حساب ايضا سبورتنج، يعني يمكن كان لينا الكلمه العليا سواء في جيم
جيم 1 وفي جيم 2 طبعا خلال الفترة الماضية أو يوم الأحد والثلاث تحديدا، قدرنا إن احنا نكسب في جيم 1 بنتيجة 83-68 وجيم 2 بنتيجة 89-79. وطبعا علشان لم يتبقى الكثير على انطلاق هذه المباراة، برحب بزميلتي العزيزة هنا أبو القاسم وهيكون معها استعدادات النادي الأهلي لمباراة اليوم. برحب بيك يا هنا طبعا. برحب بيك يا مريم، وطبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الحقيقة إن الاستعدادات قوية جدا من سيدات كرة السلة، الحقيقة إن احنا على موعد مع مباراة قوية جدا بين النادي الأهلي ونادي سبورتنج. طبعا نادي الأهلي عايز يحسم اللقب ليه، وكمان بقى سبورتنج هيكون عايز الحقيقة يقاتل لآخر دقيقة عشان يكون عنده فرصة للتتويج باللقب، لكن إن شاء الله بقى سيدات كرة السلة هيكونوا على موعد كالعادة ويقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. خلوني أكلمكم أكتر عن استعدادات الفريق. طبعا هم في معسكر مغلق من يوم الجمعة اللي فات، يعني قبل المباراة الأولى زي ما قلت يا مريم اللي كانت يوم الأحد، ومباراة تانية كانت يوم الثلاث. خلوني أقول لكم إنه سيدات كرة السلة بيكون عندهم في الأيام اللي ما فيش فيها مباريات بيكون عندهم تمرينين، الحقيقة تمرين صباحي وتمرين مسائي، وكمان يوم المباراة بيكون عندهم محاضرة بالفيديو. يمكن ده اللي حصل النهاردة، كان عندهم قبل طبعا ما يتجهوا لصالة دكتور حسن مصطفى محاضرة فنية بالفيديو عشان طبعا بقى يستعدوا لسبورتنج بشكل قوي، لأن زي ما احنا عارفين الحقيقة إن كل مباراة أكيد بتكون أصعب في سلسلة النهائيات. زي ما قلت هيكون في ندية كبيرة أكيد، يمكن الفريقين خلاص أصبحوا كمان حافظين بعض وحافظين طريقة لعب بعض، لكن إن شاء الله بقى سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي هيكونوا هم الحقيقة المسيطرين على المباراة ويقدروا يحسموا لقب الدوري السوبر. يعني مريم كمان أكيد زي ما قلت سبورتنج بيستعدوا بشكل قوي جدا لهذه المباراة، فكلمينا بقى أكثر عن استعدادات سيدات سبورتنج. يمكن يا كابتن هيثم لم تختلف كثيرا استعدادات سبورتنج عن استعدادات النادي الأهلي، ولكن خلينا أقول لك إن يعني يمكن ملكات السلة أو سيدات سلة الأهلي كانوا وصلوا وابتدوا المران وابتدوا كمان يمكن يعني الوارم أبس مبكرا عن نادي سبورتنج، يمكن نزلوا لأرض الملعب قبل بدء المباراة بما يقرب ساعة ويمكن أكتر من ساعة، على عكس نادي سبورتنج يمكن قرر كابتن طبعا محروس حورس إن هم يبتدوا أو ينزلوا يعني للوارم أبس قبل المباراة يعني ما يقرب من 15 دقيقة فقط. ويمكن زي ما بقول لك يا كابتن هيثم الاستعدادات لم تختلف كثيرا عن استعدادات النادي الأهلي. كان ليهم برضو بعد المباريات أو يمكن بعد جيم 1 وجيم 2 كانت ريكوفري فقط، ولكن كمان خلينا أقول لك إن بعد الريكوفري كان بعدها بيوم بيكون في يوم أوف، فيمكن سيدات سلة سبورتنج قرروا إن هم يتمرنوا تمرينتين، ولكن على عكس بقى الأيام اللي فاتت يعني يمكن كانت امبارح علشان كان الجهد أعلى كمان، ويمكن كمان كابتن حورس كان شايف إن هو مباراة أصعب جيم 2، فعلشان كده قرر إن هي تكون تمرينة واحدة فقط امبارح علشان يريحهم طبعا علشان مباراة اليوم، لأن هو بيطمع إنه أكيد يحقق الفوز علشان نلجأ لمباراة رابعة وخمسة، ولكن ده اللي احنا مش بنتمناه أبدا يا كابتن هيثم. وإن شاء الله يكون يوم الحسم النهاردة، وإنه لقب يمكن دي هتبقى بقى رباعية بعد الفوز بمنطقة القاهرة وكأس السوبر وأيضا كأس مصر النهاردة، بنسعى إن احنا نفوز بطبعا دوري السوبر. خلينا أقول لك كمان سريعا إن يمكن طبعا الحضور مقتصر على عائلات اللاعبات، مفيش خالص حضور جماهيري، واكيد منتظرين ان يكون في حضور من مجلس اداره النادي الاهلي او بعض من مجلس اداره النادي الاهلي علشان لو كان في تتويج اكيد ان شاء الله نحتفل كلنا مع بعض يا كابتن هيثم. وهلا ابو القاسم، الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا، غطيتوا كل الجوانب اللي كنا محتاجين نعرفها قبل المباراه، ودايما يعني مجهود كبير بيبذله طاقم قناه النادي الاهلي في ارض الملعب. بشكركم الحقيقه شكرا جزيلا، وان شاء الله نرجع لكم بعد المباراه باذن الله نكون فائزين وباذن الله نحتفل مع بعض ان شاء الله. ارجع لضيوفي كابتن محمد وكابتن نبيل. كابتن محمد، النهارده هل المباراه يعني تقدر تتوقعها، تقدر تتوقع النتيجه، تقدر تتوقع سير المباراه، مش هنقول النتيجه كمان، تقدر تتوقع سير المباراه هتكون ازاي، ولا انت يعني دي من المباريات المباراة بعيدة تماما عن كل التوقعات؟ احنا ممكن نحط سيناريوهات وبناء عليها هنمشي في السيناريوهات، انما تقدر تتوقع مين اللي هيديد في الاول، تقدر تتوقع مين اللي هيكسب المباراه؟ لا، مباراه خارج التوقعات تماما، يعني مباراه ما حدش هيعرف نتيجتها قبل لما الحكم يصفر، لان وارد في اي لحظه في الجيم الدوافع تتغير، شكل اللعيبه، الاجهاد ايا كان. اللي احنا نقدر نقوله ان الجيم مش هيبقى سكور بعيد، يعني مش هيبقى زي الجيمين اللي فاتوا مش هنقدر نكسب 15 او 10 بوينت، لا، الجيم اعتقد ان الجيم هيبقى قريب قوي، الا اذا يعني ولادنا خلصونا النهارده في الكوارتر الثاني ولا حاجه وفرقنا مثلا 10 15 بوينت، فممكن الجيم يفتح. اشكرك كابتن محمد. كابتن نبيل اشكرك شكرا جزيلا. خلاص لحظات وتنطلق المباراه، نطير سريعا الى مجمع دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر.
عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه ما بين الاهلي وسبورتنج. وزي ما قلت لحضراتكم دي المباراه الثالثه في سلسله مباريات بيست اوف 3 في نهائي سوبر مصر لكره السله سيدات، ومعلقنا الكابتن الكبير الكابتن احمد مناع. فالى هناك في الوقت النهارده من نادين اربع نقاط فقط في الفتره الاولى والثانيه، بالرغم انها شاركت 18 دقيقه 41 ثانية. النهارده غياب مفاتيحنا الهجومية يعني بشكل كبير يمكن لتحمل عبء الفترة الأولى والثانية، كان رنيم الجداوي 6 بونت وليليانا اللاعبة المحترفة 7 بونت. تفسير حضرتك لغياب هل الإجهاد النهارده عمل لعب دوره ولا نجح نادي سبورتنج في إيقاف خطورتنا الهجومية بشكل كبير؟ هو أنا في رأيي إن يعني زي ما قلت إن برضه هم وقفوا مفاتيح اللعب عندنا، عشان كده إحنا المفروض إن الكوارتر الثالث والرابع نبتدي نشوف حلول للعيبه بتاعتنا علشان نقدر نرجع للجيم بسهوله. نعم. برضو ميرال كان عندها يعني تسرع في الكوارتر الاولاني، وجات لنا فرصه فعلا ان احنا يعني لولا بعض التسرع من بعض اللعيبه كنا ممكن نخرج فرق 10 او 15 بونت. نعم. عدم وصول النتيجه للسكور دوا ادى ثقه للسبورتنج ان هو ممكن يرجع. خاصة في عدم تألق نادين وميرال رنيم الجداوي، بس ميرال تحس ان هي مخنوقة في مركز واحد، مش تلعب. بس خليني برضو قبل ما نروح يا كابتن نبيل في بعض الأرقام اللي محتاجين نستعرضها مع السادة المشاهدين سريعا. يمكن احنا جبنا 18 ريباوند في الشوط الأول والثاني واستحواذ فريق سبورتنج جاب 19، إذا في الريباوند احنا متساويين، ولكن في أرقام فرقت معانا جدا. الفري ثرو او الرميه الحره احنا نسبتنا 50% في الوقت بنسبه نادي سبورتنج 76%، وده يمكن اللي عامل الفرق بشكل كبير. عندنا الاسيست ودي اتحط تحتيها 100 خط الاسيست، احنا عاملين 3 اسيست 3 مساعدات فقط، فمعنى كده غياب اللعب الجماعي عنا كان السمه الكبيره في الفتره الاولى والثانيه. في الوقت اللي نادي سبورتنج 9 اسيست 3 اضعافك في اللعب الجماعي، وهي دي نقطه التحول بشكل كبير. النهارده زي ما قال ضيفي العزيز كابتن محمد موسى قال ان غاب عن النادي الاهلي اللعب الجماعي، اذا الارقام ما بتكذبش، الارقام بتاكد كلام ضيوفي انه الاسيست في النادي الاهلي 3 في الوقت المساعدات، او الاسيست في نادي سبورتنج عباره عن 9. كابتن نبيل شايفك عايز تقول حاجه كابتن؟ هو في بوينت فروم تيرن اوفر، هم جايبين 8 واحنا جايبين 4، يعني التيرن اوفر تسبب في ان احنا ان هم يجيبوا 8 بونت احنا جبنا 4 بس. يعني قطعنا احنا التيرن اوفر اللي خدناه جبنا منه 4 بونت. 4 بونت. هم التيرن اوفر اللي خدوه جابوا 8 بونت. 8 بونت. اذا دي نقطة مهمة ان انت ما بتستغلش الكورة انت قطعتها كويس. فدي برضو نقطة مهمة، نعم. وفي السكند شانس كمان يعني اللي هو الفرصة الثانية بالنسبة مثلا أي كورة حصل مثلا ان احنا فدناها وجات فرصة ثانية ليه. نعم. هم جابوا 6 احنا جبنا 2 بس. نعم نعم. فدي برضو بتخلي ان هم يعني الفرق ده مثلا 4 مثلا هنا هو ومثلا حوالي 6 هنا هو، دول 10 بونت احنا لو كنا يعني قدرنا نمشي معاهم فيهم كنا احنا نعم. كسبانين فرق كتير. واحد الارقام الاخرى المهمه هي الثري بوينت، نادي سبورتنج الحقيقه مركز مش قوي في الثري بوينت، بيشوط بكميات كبيره شايط 16 3 بوينت في الفتره الاولى والثانيه، ودي يعني نسبه كبيره قوي ان هم مش نسبه، عدد محاولات 3 بوينت كتير قوي نادي سبورتنج، يعني شايطين 18 16 3 بوينت جايبين 3 في الوقت النادي الاهلي شايط 8 بس جايب 2، نادي الاهلي نسبته 25% في الوقت النادي يعني سبورتنج نسبته. وهم برضه موقفين الهجوم السريع بتاعنا، يعني احنا المفروض ان هم شايطين 16 بالرغم ان احنا اول باسكت حاطينه هجوم سريع. أيوه. والباسكت الثالث حاطينه بتاع رنيم وبتاع السلام، بس بعد كده غبنا غبنا خالص. احنا رحنا اكتر من مره في الفاست بريك، بس هو للاسف كل كره ما كانش بيحالفنا فيها، كان في عدم توفيق بالظبط، يعني في ثلاث يعني في كورتين لرنيم الكره لفت وخرجت، في كره للمحترفه الكره لفت وخرجت، احنا يعني حتى الجيم لما الريتم بتاعه مشي اسرع شويه احنا التوفيق ما حلفناش في الوقت ده. احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نلعب مع بعض شويه، محتاجين ان احنا هم بيلعبونا النهارده لاول مره بقادرين ان هم يكملوا معانا مان تو مان، اعتقد ده هيتعبهم جدا في الكوارتر الثالث والرابع، لان لما لعبونا زون في الجيمين اللي فاتوا احنا قدرنا نجيب 9 و12 3 بوينت. فالنهارده هو لاعب معظم الوقت بكابتن حرس بيلعبنا مان تو مان، فده اعتقد ان هم مش هيقدروا يكملوا في الكوارتر الثالث والرابع على نفس الوتيره بتاعت المان تو مان، ولازم هنتحرك اسرع من كده شويه عشان نتعبهم ونقدر نكمل
وربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد الكاس. اشكرك يا كابتن محمد موسى. يعني الحقيقه تحليل منطقي. كابتن نبيل بخيت اشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين خلاص لحظات وتنطلق الفتره الثالثه والرابعه. نتمنى كل التوفيق لفريق كره السله سيدات في ان هو يحسم اللقاء خلال هذان الشوطان عشان لا نلتجئ الى المباراه الرابعه. وننتقل الى مجمع دكتور حسن مصطفى ومعلقنا الكابتن احمد مناع. فالى هناك. الملكات الف مليون مبروك. فرحه عارمه، الفرحه جميله للملكات. نسيبكم تستمتعوا بهدفات الملكات. زي ما حضراتكم شايفين كده نستمتع بفرحه ملكات النادي الاهلي اللي بيتوجنا بدوري السوبر موسم 23-24. يارا سامة، جايدة خالد، الكابتن ودينا عمرو، ميرال أشرف، نادين سلعاوة، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يتواجد في أرض الملعب، بيسلم على كوتش طارق خيري وبيهنيه، جهازه الفني مع جهازه الفني كابتن علياء محمود، كابتن كريم إسماعيل. كابتن ماجد مسلمي مدير الجهاز، كابتن نجاح ابراهيم الاداريه، كابتن اكرم الشرباجي محلل الاداء، كابتن محمد علي اخصائي اللياقه البدنيه، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين الكلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، كابتن ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مي القاضي الاخصائيه النفسيه. ملكات النادي الاهلي يتوجنا باللقب سوبر دوري السيدات للموسم الثاني على التوالي بقياده الكوتش والغزال كوتش طارق خيري. فرحه ليلي، خلاص ليلي تمصرت تماما. الرقصة دي مش هولندية ابدا، الرقصة دي مصرية جدا. مليون مبروك اعزائي المشاهدين. نظل مع الفرحة وسنذهب سريعا الى الكابتن هيثم السعيد في استوديو التحليلي مع نجومه الكبار كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد موسى. الزميل العزيز كابتن هيثم، مليون مبروك لتتويج فتيات الذهب وملكات النادي الاهلي في كرة السلة بلقب الدوري موسم 23-24. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. مبروك مبروك فوز النادي الاهلي النهارده 79-75 والاحتفاظ بالكاس والدوري للموسم الثاني على التوالي والدوري رقم 26 في تاريخ النادي الاهلي. الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك الجهاز الفني بقياده طارق خيري، الف مليون مبروك اللاعبات، الف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي. الحقيقه النهارده البطولات لا تنقطع، يتبقى بطوله واحده في الموسم للالعاب الجماعيه وهي كره السله رجال. نتمناها ان شاء الله تبقى البطوله الاخيره التي تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. برحب بضيوف المره الثالثه. كابتن محمد الف مليون مبروك. مبروك علينا يا كابتن هيثم. كابتن نبيل الف مليون مبروك يا كابتن نبيل. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير السله. نعم. بالنادي الاهلي. وكاس الدوري او درع الدوري بجانب كاس افريقيا النهارده لكره القدم. يعني يوم الحقيقه مشهود، يعني او اسبوع مشهود لينا بالعديد من البطولات. كابتن محمد يمكن النهارده البنات استحقن الفوز بشكل كبير. ادوا اداء جيد، تمسكوا بالفوز حتى النهايه. يعني مبروك علينا، اصعب بطوله دوري عدت علينا في الفتره اللي فاتت كلها، اطول بطوله دوري. احنا النهارده خلاص بنتخلص شهر 5، الموسم اول مره الموسم يوصل لحد الوقت ده. يعني مبروك للبنات، يعني رجعوا وعملوا كل حاجه كانت نقدر نعملها في الكوارتر الثالث والرابع. وكمان شخصيه البطل النهارده ظهرت جدا في الاكسترا تايم، كمان كان جيم صعب جدا. مبروك علينا، مبروك على البنات كلهم، مبروك على كابتن طارق، مبروك على كل الجهاز الفني. يعني الحمد لله بطوله غاليه جدا ومكاننا الطبيعي، يعني ده المكان الطبيعي وفي غياب سوريا كمان. فلا الموضوع كان صعب جدا. مبروك علينا، اصعب بطوله دوري في الفتره اللي فاتت كلها. واكيد كمان يعني زي ما حضراتكم شفتوا الاداء والالتزام في الملعب والالتزام التكتيكي والالتزام السلوكي للفريق. الحقيقه النهارده ما شاء الله الفرقه شكلها جميل جدا. النهارده ثلاث يعني مباريات ورا بعض بتكسب من نادي سبورتنج، واكيد ما يفوتناش ابدا ان احنا نقول نادي سبورتنج هارد لك. الحقيقه هم عملوا جيم كبير وقطوا حتى النهايه، ولكن
هي دي الرياضة، أكيد بنقول لهم هارد لك، وأكيد بنقول للنادي الأهلي مبروك. كابتن نبيل، يمكن النهاردة كان الجميل إن المباراة كانت مش وان سايد جيم زي ما توقعناها، أو مش توقعناها زي ما توقع البعض، إن المباراة ممكن يبقى نادي سبورتنج يعني مسلم أو يعني خلاص فقد أو يأس من النتيجة، ولكن قاتل حتى النهاية، وده اللي خلى المباراة شكلها حلو وخلى المكسب كمان شكله حلو. والمباراة النهاردة كانت قتالية جامد جدا بالنسبة للفرقتين. سبورتنج يعني دي ممكن تكون أحسن مباراة عملها كروح وكقتال في الملعب، والأهلي تمسك بالفوز لغاية النهاية وقاتل لغاية آخر ثانية إن هو يحقق المكسب والدوري العام. بالرغم من المباراة راحت لإكسترا تايم يعني، وكابتن وائل جمعة كمان هو في المشهد بيأزر يعني نجمات الفريق، ودي يعني حاجة أكيد جميلة يعني. خلاص الألعاب الجماعية والألعاب الأخرى بقت متابعة بشكل جيد من كل الجماهير، وفي نفس الوقت متابعة من يعني نجوم الكبار. كابتن وائل جمعة طبعا وجوده في القاهرة استغل وجوده وتواجد مع الفريق وبيدعمه، أكيد حاجة طبعا تسعدنا بشكل كبير، والاهتمام والوعي اللي حاصل الفترة الأخيرة بالألعاب الأخرى. ويمكن سبب ده الرئيسي وهو أن النادي الأهلي الحقيقة أصبح ليه فرق قوية جدا في هذه الألعاب، منافس قوي وفائز بعدد بطولات كثيرة، يمكن حتى الآن على يعني حسابي أنا 17 بطولة دخلوا دولاب النادي الأهلي في الألعاب الأخرى، سواء سلة طايرة يد رجال وسيدات، ويتبقى بطولة وحيدة ألا وهي بطولة الدوري للرجال زي ما وضحت، واللي هتنطلق إن شاء الله يوم 6 على استاد القاهرة، ونتمنى إن شاء الله الفوز عشان تكون آخر بطولة أو يكون ختامها مسك بإذن الله. وزي ما حضراتكم شايفين في أرض الملعب يعني الاستعداد للتتويج، تتويج ملكات كرة السلة بالفوز بالدوري رقم 26 والمرة الثانية على التوالي. الحقيقة دوري وكأس السنة اللي فاتت ودوري وكأس هذا الموسم ده بيأكد ريادة هذا الفريق. ولا ننسى أبدا أن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وفر الكثير لهذا الفريق من خلال إدارة النشاط الرياضي طبعا برئاسة الكابتن خالد العوضي، اللي وفر للفريق كل شيء، المحترفين والمحترفات طبعا، أو المحترفة اللي مع النادي الأهلي تم تغييرها في وسط الموسم يعني حسب رغبة كابتن طارق خيري، والتدعيم بصفقات كثيرة. يمكن النهاردة نادين ورنيم الجداوي ومرال أشرف هي يعني بكورة صفقات يعني الفريق في الفترة الأخيرة كدعم من مجلس الإدارة، وفريدة وائل مش عايز أنسى حد، ويارا أسامة، كل دي صفقات جديدة، وتمارا نادر السيد، كل اللاعبات اللي موجودين النهاردة هم يعني من دعم مجلس الإدارة والنشاط الرياضي لهذا الفريق. خلينا نروح لهنا أبو القاسم ولقاء مع تمارا نادر اللي لسه بنتكلم عنها النهاردة، اتفضلي هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبكل جماهير النادي الاهلي، الف مليون مبروك ملكات كره السله بالنادي الاهلي بيتوجوا ببطوله دوري السوبر في مباراه ماراثونيه. الحقيقه يعني كلنا كنا على اعصابنا لاخر لحظه في المباراه، لكن بقى روح النادي الاهلي قدرت تحسم اللقاء، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم معي في هذه اللحظات احد نجوم ملكات كره السله اللاعبه تمارا نادر، ويمكن كمان معانا كابتن نادر السيد. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز، يمكن كل فترة بطولة جديدة مع النادي الأهلي، ده أول سيزن ليكي، وقفت كتير جدا على منصات التتويج، بس في البداية أكيد عايزاكي تكلميني على مباراة النهاردة اللي كانت مباراة كبيرة جدا، زي ما قلت مباراة ماراثونية، ضغط كبير جدا لكن قدرتوا تتغلبوا في النهاية. أول حاجة بشكرك قوي على كلامك والله يبارك فيكي، وتاني حاجة احنا ماتش التالت دايما بيكون ماتش صعب قوي عشان بيكون بدنيا كل يعني فرقتين وقعوا قوي، فعشان كده الماتش احنا كنا عارفين قبل ما ندخل ان الماتش هيكون لاخر غايه اخر ثانيه، وان احنا ما كناش خالص اللي هو نازلين اللي هو مريحين او اي حاجه، لا بالعكس احنا كنا فعلا تعبانين بدنيا، بس كنا متاكدين مليون في المية ان احنا نفوز من نصيبنا، لان احنا تعبنا قوي 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 الفتره اللي فاتت، وده بان في فوزنا بالكاس والدوري، ودي كانت اقل حاجه ندي يعني كابتن طارق عشان تعب معانا قوي وهو في ظروف صعبه، واحنا بجد بندي له فوز، وبندي طبعا للجماهير فوز وللوزير عمرو فاروق الله يرحمه. يعني زي ما قلت المباراه كانت صعبه اكيد، عايزه اعرف ابرز الحاجات اللي قالها لكم كابتن طارق. كابتن طارق كان دايما بيكلمنا فنيات، وكان دايما بيكلمنا على روح نادي الاهلي، وان نادي الاهلي كبير قوي على انه كان اللي حصل لنا باقي قبل السيزون، يعني احنا خسرنا 4 مرات من سبورتنج، كان كبير قوي على النادي الاهلي انه يتحمل خساره زي دي، فاحنا كنا بنعوض كل ده بان احنا كسبنا الدوري 3-0 وكسبنا الكاس، ودي كانت اقل حاجه نقدر نعملها، ده كان كلام كابتن طارق دايما يعني. يعني كابتن نادر في البدايه طبعا ببارك لحضرتك على فوز تمارا بدوري السوبر، عايزه حضرتك تكلمني اكتر على مشاركه تمارا وتالقها الحقيقه والتاقلم الكبير مع الفريق بشكل سريع.
اولا ببارك لتمارا وببارك للفريق كله، لان انا عايش معاهم وعايش معاها وكابتن طارق والجهاز الحقيقه والاداره وكل الناس الحقيقه. مش عايز اذكر حد عشان ما انساش، كابتن خالد العوضي كمان الحقيقه. المجهود هو الاهم، ان شخصيه الفريق وشخصيه النادي بتبان جدا في الفرقه لما كانت بعيده قوي بعد كده رجعت تاني. اعتقد ان كابتن طارق كمان بذل مجهود كبير قوي، مش بس بدني وفني، انما بذل مجهود كمان كبير قوي من ناحيه نفسيه، لان يديهم دوافع جديده. وزي ما قالت تمارا ان دايما الماتش الثالث ده بيبقى اصعب ماتش، لان اما ماتش اما ينتهي المشوار او ان هو يدي امل تاني لفريق سبورتنج. فريق سبورتنج الحقيقه عمل ماتش كبير جدا، وانا شايف ان المنافسه دي منافسه الحقيقه في الاول والاخر بتبقى اوريدي. الباسكت بيبقى بشكل عام يعني بتدي منافسه قويه، انما انا كنت واثق جدا 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 ان الاهلي هيكسب النهارده المباراه. يعني زي ما حضرتك قلت الحقيقه بنشوف حضرتك متواجد في جميع المباريات للفريق. تمارا بتتعرض اكيد لضغط كبير زي كل لاعبي النادي الاهلي، ويمكن حضرتك عاصرت ده كون حضرتك طبعا في الملاعب لقطبي الكره المصريه. فعايزين نعرف النصيحه اللي بتقولها لتمارا ايه؟ النصيحه اللي بقولها تمارا دايما ان هي ما تقفش عند حاجه، اي كانت حاجه فيها مكسب او فيها خساره، لان في الاول والاخر هي دي رياضه وهي دي منافسه. انما الاهم مش الاهم مش المشكله ان الواحد ممكن يقع في وقت من الاوقات، انما الاهم ان هو ممكن يقوم يعني. وده اللي حصل الحقيقه مع الفريق، وده اللي حصل مع تمارا مع الفريق بشكل عام، ان هم بعدوا شويه، اتعرضوا لخسارات في بعض الاوقات، انما قدروا ان هم يرجعوا تاني. وبعدين الرجوع كمان مش بس الرجوع عشان هم عندهم كواليتي كويس او كابتن طارق كويس، هم اكيد بيرجعوا بشخصيه الفريق بشخصيه النادي الاهلي. فده اللي انا شفته الحقيقه، وده اللي انا عاصرته معاها، وانا دايما وابدا الحقيقه بشجعها جدا وفخور بها جدا، وان شاء الله بطولات اكتر للنادي الاهلي ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. ميرسي. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع تمارا نادر السيد، واكيد كابتن نادر السيد لسه هيكون معانا مزيد من اللقاءات، ولكن الان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مع يعني لاعيبه النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لمعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نعيش معاه لحظات التتويج لفريق السيدات وبعد الفوز بالدوري. اتفضل يا كابتن احمد. شكرا كابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام. والان مع لحظات التتويج والفرح الدائم في مسيره النادي الاهلي، ملكات الاهلي يتوجنا باللقب 26 في مسيره البطلات والملكات، والان تكريم من الكابتن خالد الوصي لحكام اللقاء، كابتن رنا خالد وقبلهم كابتن محمد يحيى زكريا ومعاهم كابتن محمد سعيد في تقليد دائما وابدا ينتهجوا الاتحاد المصري لكره السلة. كابتن احمد الفلكي مراقب المباراة، وايضا تكريم وصور التذكارية تجمع بطاقم التحكيم مع الكابتن خالد الأوصي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة. مليون مبروك للملكات، وحظ اوفر لملكات الاسكندرية نادي سبورتنج اللي قدم مباراة رائعة. دائما وابدا نادي سبورتنج نادي من الاندية العريقة في كرة السلة، لكن اليوم يتوجنا البطلات بالتتويج. لو زمايلنا الاعزاء بس نسمع الملعب حتى نعرف الجوائز الفردية. تكريم لجنة الاحصاء اللي امدتنا بالاونلاين الستاتس او احصائيات المباراة على اونلاين. تكريم لجنة الإحصاء ضحى عصام وكابتن محمد وكابتن بيبو وكابتن مريم، ده الرباعي اللي كان متواجد النهاردة في لجنة الإحصاء سواء كان في الملعب أو على الأونلاين. تقليد جديد يجريه الاتحاد المصري لكرة السلة في المباراة النهائية دائما وأبدا. حبيت تتابع احصائيات هتلاقيها اونلاين على موقع الاتحاد. كابتن محمد، كابتن مريم، كابتن ضحى وكابتن بيبو تم تكريمهم من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة. ما زالت لاعبات او ملكات النادي الاهلي يحتفلنا بالتتويج، ودلوقتي هنشوف كابتن محمد مراسم التسليم جوائز. كابتن محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتكريم لميرال أشرف
ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي. أفضل ثلاث نقاط، هدافة الثلاث نقاط ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي. ميرال أشرف وتكريم في الجوائز الفردية من قبل الراعي الرسمي، أفضل ثلاث نقاط أو هدافة الثلاث نقاط ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي. هذه أولى الجوائز الفردية ميرال أشرف. الجائزة الثانية هنشوف دلوقتي من سيحصل عليها، هي في العادي بتبقى الـ MVP أو أفضل لاعب في البطولة. سوريا طبعا الملكة اللي بنتمنى لها عودة سريعا إن شاء الله إلى الملاعب. نادين سلعاوي، نادين سلعاوي وتكريم آخر لإحدى ملكات كرة السلة بالنادي الأهلي. هنشوف نادين سلعاوي أفضل هدافة، نادين السلعاوي أفضل هدافة في مباريات البيست أوف 3 هي نادين سلعاوي، تكرم من قبل كابتن أيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والراعي الرسمي. مبروك لنادين، مبروك لميرال، ميرال هدافة الثلاثة بونت، نادين سلعاوي أفضل هدافة في المباريات. الـ MVP في انتظار الـ MVP أو أفضل لاعب في المباريات، كابتن محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة هو من سيسلم الـ MVP. الـ MVP إلى من؟ هل ستكون إلى رنيم؟ أنا شايف كده لاعبات النادي الأهلي، رنيم فعلا زي ما قلت لحضراتكم، الـ MVP هي رنيم الجداوي، البرج العالي للنادي الأهلي في الريباوند والبرج العالي في السكند شوت للاعبات النادي الأهلي. رنيم الجداوي احتكار دائم للجوائز الفردية للنادي الأهلي، رنيم جداوي الـ MVP أو أفضل هدافة أو أفضل لاعبة في المباريات، أفضل هدافة هو نادين السلعاوي، والبست والأفضل 3 بوينت لميرال أشرف. تتسلم الجائزة من قبل كابتن محمد فتحي. ملكات النادي الأهلي احتكرنا الجوائز الفردية، نادين سلعاوي أفضل هدافة، ميرال أشرف هداف الثلاثة نقاط، والـ MVP أو أفضل لعبة في البطولة هي الرنيم الجداوي. مبروك لبناتنا، ألف مليون مبروك للرنيم، ألف مليون مبروك لنادين، ألف مليون مبروك لميرال أشرف. الاحتفال ما زال مستمر وسنستمر معكم أعزائي المشاهدين في نقل الاحتفالية للنادي الأهلي. والآن مع تتويج المركز الثاني، لكن خلينا بس قبل التتويج، أعتقد المركز الثالث هو نادي هليوبلس اللي حصل على المركز الثالث، وكان تقابل مع النادي الأهلي في صالة برج العرب وفاز النادي الأهلي بنتيجة 3-0، وتقابل نادي سبورتين مع نادي جزيرة وفاز أيضا بنتيجة 3-0. القيادة الفنية الكوتش عماد محمود زي ما حضراتكم شايفين، يتم تقليد لاعبات نادي سبورتين بالميدالية البرونزية والمركز الثالث. كابتن محمد إياب محسن وكابتن أيمن علي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في تقليد المركز الثالث والميدالية البرونزية للجهاز الفني ولاعبات نادي هليوبلس. مبروك لبنات هليوبلس حصولهم على المركز الثالث بقيادة كوتش عماد محمود. صورة تذكارية للميدالية البرونزية، يتواجد على الماسورة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ويتواجد أيضا كابتن خالد مرتجي من صندوق النادي الأهلي عضو مجلس إدارة. سيلفي من جايدة خالد مع الفريق، سيلفي الانتصار، سيلفي البطولة. والآن مع تتويج نادي سبورتين بالمركز والميدالية الفضية، المركز الثاني والميدالية الفضية. ريم موسى، نادين ياسر بالترتيب كده، ريم موسى، نادين ياسر، نورهان فؤاد، منار إيهاب رقم 4، وراها جينا حلمي، الدكتورة جينا حلمي، ثم هالة مصطفى. آية الفقي، نور علي طلعت، أيضا وراها أسرار ماجد رقم 9، بيتس
رقم 3 الكابتن هاجر عامر وبنتها. كابتن جانت السباعي، كابتن احمد محمد مخطط الاحمال، كابتن حورس المدير الفني لنادي سبورتنج والمدير الفني ايضا لبنات 3 على 3، كل التوفيق في رحلته امام او رحلته في تصفيات اولمبياد باريس باذن الله. كابتن حسن غريب المدرب العام، دكتوره اسماء، وكابتن محمد جابر اخصائي العلاج اخصائي الفريق. المركز الثاني والميداليه الفضيه لنادي سبورتنج. نادي سبورتنج النهارده في تشكيله ايا الفقري، موسى، بيتس، منار ايهاب، نور علي طلعت، اسرار ماجد، نورهان فؤاد، جينا حلمي، نادين ياسر، هاجر عامر، عائشه سالم، وهلا مصطفى. المركز الثاني والميداليه الفضيه لبنات سبورتنج. اللحظات والصور التذكاريه لبنات سبورتنج. والان مع الفائز والمركز الاول لبنات وملكات النادي الاهلي والاستعداد الى المنصه، الصعود الى المنصه. ملكات النادي الاهلي والاستعداد الى التتويج. زي ما حضراتكم سامعين كده اصوات الفرحه، على بركه الله تتقدمهم الكابيتانو ومعهم الكليوباترا سوريا سوكا، نتمنى لها العوده سريعا باذن الله. حوار ضاحك مع ما بين سوكا وما بين رضوى محمد. وعلى بركه الله ملكات النادي الاهلي يصعدنا الى المنصه للتتويج بالمركز الاول. دينا عمرو الكابيتانو، ياتي وراها رقم 7 نادين سلعاوه، تمارا نادر 33، كابتن خالد مرتجي يقلد لاعبات النادي الاهلي، هو وكابتن محمد فتحي وكابتن خالد الوصي. الميداليه الذهبيه نادين سلعاوه رقم 7، تمارا نادر رقم 33، سوكا سوريا رقم 8، رضوى محمد رقم 12، فريده وائل ويلي رقم 14، حبيبه بيكو رقم 40، جايده خالد رقم 99. دي لائحه الشرف لبناتنا وملكات النادي الاهلي. يارا سامة رقم 44، ميرال اشرف واحده من نجمات النادي الاهلي اللي حصلت على البيست 3 بوينت رقم 4، جنى عبد الرحمن واحده من المساعدات من 18 سنه، هناء واحده ايضا من المساعدات 18 سنه، حبيبه ضياء من مساعدات 18 سنه، ليلي وستيل في توقيت ولا اروع عدد بيه المباراه من 3 بونت ل 5 بونت، رنيم الجداوي ام في بي البطوله، ندى نافع مرسال العوده من الاصابه، سلامات يا ندى وان شاء الله تكملي باذن الله. كوتش طارق خيري، ادي الدرع الدوري العام للسيدات، كوتش طارق خيري وعناق حرب ما بينه وما بين كابتن خالد مرتجي. ماجد المسلمي مدير الفريق، كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، كابتن اكرم احصائي الفريق، كابتن نجاح الشهيره بكابتن نوجا اداري الفريق، دكتوره ياسمين الكيلاني طبيبه الفريق، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ايمان جمال مدلكه الفريق، كابتن محمد علي اخصائي اللياقه البدنيه. مبروك للجهاز الفني واللاعبات اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. دكتوره مي لاضي الاخصائيه النفسيه. هذا هو تشكيل الجهاز وتشكيل اللاعبات، يتم تكريمهم. والان لحظه استلام درع الدوري موسم 23-24 البطوله رقم 26 في تاريخ لاعبات النادي الاهلي. يقوم بالتسليم الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وايضا الكابتن خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. انتظار تسليم الدرع الغالي، درع دوري كرة السلة سيدات، الدرع العام
ولقطة تذكارية ما بين دكتور مجدي أبو فريخة والكابتن خالد مرتجي. الدرع العام لمسابقات السيدات هيحصل عليه النادي الأهلي، وده درع بيتم مكافأة بيه البطولة الفريق الأكثر حصولا على البطولات على مستوى الناشئين والدرجة الأولى، يحصل عليه النادي الأهلي. والآن مع درع الدوري، ده درع العام للمسابقات السيدات. الكابتن دينا عمرو على منصة التتويج ودخول حالا ليه، هتستلم طبعا درع المسابقات ودخول درع دوري السيدات في انتظار الدخول. هذا هو درع دوري كرة السلة سيدات، وتسليم من الدكتور مجدي أبو فريخة والكابتن خالد مرتجي. دوري السوبر ممتاز ألف سيدات موسم 23-24 ترفعه الكابيتانو دينا عمرو، الموسم رقم 26 في فوز النادي الأهلي لبطولات دوري السيدات. لقطة تذكارية مع درع العام للسيدات ودرع دوري كرة السلة سيدات. زي ما قلت لحضراتكم الدرع العام لسيدات كرة السلة هو الفريق بيحصل عليه الفريق أو النادي الأكثر حصولا على البطولات في الموسم، وهو النادي الأهلي. الاحتفالات جائزة، وهنا زي ما حضراتكم شايفين الاحتفالات بفوز بنات النادي الأهلي بدرع الدوري موسم 23-24 اللقب 26 للملكات. تتسلمه الكابتن دينا عمرو مع احتكار في الجوائز الفرديه، هداف 3 نقاط هو ميرال اشرف، افضل هدافه يا نادين السلعوه، والام في بي افضل لاعبه في البطوله هي رنيم الجداوي. الاحتفالات ما زالت مستمره، ورفع الدرع درع الدوري من قبل الكابتن دينا عمرو، فرحه اللاعبات بالفوز على نادي سبورتنج. اسيبكم مع الفرحه، اسيبكم مع المتعه، اسيبكم مع الانتصار الغالي على نادي سبورتنج، واسيبكم تفرحوا. وابلغ صوره من اي كلام هي صوره الفرحه اللي متواجده على ارض الملعب، كوتش طارق خيري واحتفالاته مع اللاعبات وسيلفي البطوله للاعبات النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، الف مليون مبروك للملكات، الف مليون مبروك للاعبات، الف مليون مبروك للجهاز الفني بقياده الكوتش والغزال كوتش طارق خيري، الف مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات قادمه وانتصارات متتاليه للاهلي والاهلاويه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، والان نذهب لتكمله الفرحه والليله الجميله مع الصديق العزيز ونجم قناة النادي الأهلي الكابتن هيثم السعيد. كابتن هيثم مليون مبروك وإليك الميكروفون. فيك يا كابتن أحمد، وشكرا جزيلا معلقنا الكبير كابتن أحمد مناع، ألف مليون مبروك. الحقيقة هذا المشهد أو الفرحة دي أكيد يعني أيام وليالي من التعب، أيام وليالي من التخطيط، وان انت النهاردة تفوز على منافس كبير زي نادي سبورتنج بطل أفريقيا موسمين ورا بعض، زي ما حضراتكم شايفين كابتن مرتجي وكابتن غزاوي وكابتن مي عاطف وكابتن خالد العوضي، الكل يؤازر الفريق، وسوريا طبعا شايفينها على الشمال طبعا مفتقدينها النهارده اكيد، سوريا نجمه الفريق. كل التحيه لمن لم يشارك في المباريات قبل ما نشارك، الروح كانت جميله جدا لهذا الفريق، كان في اصرار نكسب نادي سبورتنج الكبير 4 مباريات متتاليه، مباراه الكاس و3 مباريات في السلسله، يعني ده انجاز كبير انا شايفه، يعني كمان انجاز اكبر من ان انت تفوز بالدرع، ان انت تفوز من 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 فريق كبير زي نادي سبورتنج يضم العديد من اللاعبات. اختيار المحترف النهارده كان يعني اختيار موفق، يعني الصراحه هي ادت ما عليها ليليانا الصراحه في هذا الموسم، اختيار موفق كانت ليها تاثير كبير، كان في لعب جماعي النهارده خاصه في الفتره الثالثه والرابعه. الف مليون مبروك، يعني انجاز كبير، ونتمنى طبعا كل التوفيق للفريق فيما هو قادم باذن الله. طيب جاهزين نرجع ارض الملعب يا جماعه؟ طيب خلينا نروح لمريم سميح والزميله العزيزه مريم سميح من ارض الملعب، ولقاء مع مدير النشاط الرياضي يعني الحقيقه المكوكي الكابتن خالد العوضي. اتفضلي يا مريم. هيثم وبكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبكل طبعا متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني شاهد على الحدث دايما موجود
سواء في تعاقدات سواء في بطولات. كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي طبعا بالنادي الاهلي، ببارك لك الف مليون مبروك، سيزون ناجح لملكات السله. ويمكن خلاص بقى كابتن خالد احنا تعودنا يعني بطولات بطوله ورا بطوله ورا بطوله، الف مليون مبروك. الله يبارك فيكي، مبروك علينا كلنا الحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله على كل بطوله ربنا بيديها لنا ودي نعمه النادي الاهلي علينا. واكيد ده مجهود كل الناس، مجهود مجلس اداره ومجهود اللاعبين والاجهزه والنشاط الرياضي، حتى مجهود الجمهور معانا وتعبه والسبورت اللي بيديه ليهم على السوشيال ميديا. طبعا انت عارفه الجماهير ما بتجيش الماتشات كتيره، لكن في الاخر كل هي دي منظومه النادي الاهلي ونجاح النادي الاهلي، ان ربنا بيكلم مجهودنا كلنا بالنجاح ده اللي احنا بنشوفه كل شويه. فربنا يكرمنا باذن الله ونحاول نجيب تاني وتالت عشان نبسط كل الناس على كل الجماهير. المباراه كانت صعبه يا كابتن خالد، شفناك طبعا في المدرجات، الحقيقه بيبقى ضغط كبير جدا، خاصه ان احنا عارفين النادي الاهلي المركز الثاني بالنسبه له هي خساره. النهارده الحقيقه كان مباراه صعبه، كان ضغط كبير قوي. رايك ايه في مباراه النهارده وعلى روح الفانيله الحمراء اللي قدرت ان هي يعني تحسم المباراه لصالحها والبطوله كمان لصالحها؟ هي النقطه اللي انت بتوصلي لمرحله في النهارده في الماتش بالذات، فريق سبورتنج اكيد كان عايز يبد الجماد شويه معانا، لكن بناتنا قدروا. بناتنا النهارده في اعلى تركيزهم الحمد لله، ماتش مش احسن حاجه، مش زي الجيم الاولاني والتاني، لكن هم برضو قدروا يكسبوا الجيم، عايزين يكسبوا الجيم وفضلوا مصممين لغايه ما كسبوا الجيم. وهي دي روح النادي الاهلي، وهي دي بناتنا، وهي دي اللي بقول لهم الف مليون مبروك عليهم. والحمد لله ولادنا كلهم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، ودي فنيه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، هو ده اللي بيخلي اللعيبه تلعب بحماس وروح. الحمد لله يا رب. كابتن خالد، يمكن الحقيقه دايما لما بنحسم سيزن وبيكون سيزن ناجح الناس بتفتكر ان خلاص كده احنا مرتاحين، ولكن ده بيزود المسؤوليه وبيبقى صعوبه اكبر بكتير ان انت تبدا سيزن جديد بنفس النجاح ده وتحافظ على النجاح ده. هي المشكله كلها ان احنا من السيزن اللي فات واحنا خلاص لعبتنا عودوا جماهيرنا ان دايما هم كلهم بطولات، واكيد السيزن الجاي اصعب كتير جدا عشان نقدر نحافظ مع لعبتنا دي كلها. وان شاء الله انا واثق فيهم جدا، ولسه في كتير للنادي الاهلي، وان شاء الله هيبقى سيزون زي ده واحسن، وهي دي اللي احنا مستنيينه من جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. الحمد لله يا رب. كابتن خالد نورتنا وشرفتنا. ميرسي، اشكرك. شكرا. طبعا زي ما انت شايف يعني من خلفي يا كابتن هيثم، اجواء الاحتفالات بتسيطر على مجمع صالات دكتور حسن مصطفى بمدينه سادس من اكتوبر، احتفالا بملكات السله والانجاز اللي حقوا للمره 26 في تاريخهم والثانيه على التوالي. لسه مستمرين معاك في لقاءاتنا وفرحتنا الكبيره جدا اللي موجوده هنا في مجمع صالات حسن مصطفى. مريم سميح، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شفتوا اكيد الفرحه في عينين كابتن خالد العوضي الحقيقه يعني بتبقى يعني اسعد حاجه عند اي مسؤول في النادي الاهلي هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. فالنهارده انت في الفتره الاخيره تقريبا كل اسبوع كل 10 ايام بطوله، نتمنى تاني البطوله الاخيره في هذا الموسم من كره السله رجال تكون من نصيبنا باذن الله. كابتن محمد، يعني يمكن فريق السيدات كابتن خالد قال كلمه كويسه قوي، قال ان احنا نحافظ على لعبتنا، وما اتكلمش بس عن فريق السيدات، قال الموسم اللي جاي صعب. النهارده النادي الاهلي بيفكر من دلوقتي في الموسم اللي جاي في الالعاب الاخرى ازاي يقدر يساند في الفرق المختلفه بهذا او بهذه القوه. يعني احنا الحمد لله عندنا في القطاع الناشئين عندنا يعني فرقه جاهزه تقدر تبقى موجوده. عندنا النهارده عمرنا ما كنا بنشوف في 4 أو 5 لعيبه بيشاركوا على مدار الموسم فترات طويله جوه الماتشات. هنا حتحوت، مريم وسيم، عندنا طبعا الناس اللي موجوده حبيبه بيكو لسه قدامها كتير قوي، مشوار كبير في النادي الاهلي ان شاء الله. فاعتقد ان احنا هي دي المشكله الوحيده، ان انت كمان في غياب سوريا مش عارفين الفتره اللي هتقعدها قد ايه، يعني لسه ممكن يكون قدامها سنه تقريبا كمان، وان انت النهارده خدت البطوله فانت مش هتقدر تجيب غير صفقه واحده الموسم الجاي. فاعتقد ان بنات الاهلي قادرين ان شاء الله الموسم اللي جاي كمان يدونا موسم احسن من ده مع اللي هيطلعوا من قطاع الناشئين. يعني المفروض ان احنا عندنا قاعده كويسه جدا، ودي اللي هتقدر تخلينا نكمل الفتره اللي جايه ان شاء الله. خلينا اوضح للساده المشاهدين انه لائحه الاتحاد المصري لكره السله ان اول دوري السوبر ليه صفقه واحده، صفقه يعني لاعبه يشتريها من بره النادي او يتعاقد معها من بره النادي. الثاني ليه صفقتين، الثالث ليه 3، والرابع ليه 4، والخامس ليه 5. يعني هو دي لائحه الاتحاد كره السله، ويمكن كان المقصد منها هو انه يقوي الفرق كلها، يعني الفريق البعيد ياخد صفقات اكتر فيقدر ينافس اكتر. فهي دي اللائحه، عشان كده كابتن محمد كان بيقول النادي الاهلي ليه صفقه وحيده. ولكن كابتن نبيل، دايما النادي الاهلي دلوقتي مش بيتعاقد من اجل الصفقات، وده شفناه يعني في كثير من الاحيان في التعاقد مع اللاعبين واللاعبات، النادي الاهلي لا يسعى وراء التعاقد من اجل التعاقد او صفقه من اجل الصفقه،
ولكن الهدف من الصفقات هو احداث الفارق. فالنهارده النادي الاهلي بيدور على لاعبين ولاعبات لو جم الفريق او تم التعاقد معهم يكون في طفره او يكون في اضافه. الكلام اللي بقوله ده صح يا كابتن؟ اه طبعا صح. هو النادي الاهلي كده كده هو عنده مجموعه من لعيبه متوسط السن وصغيرين كويسين جدا في الفريق الاول وفي الناشئين. فاعتقد ان هو موضوع بتاع صفقه واحده دي مش هتاثر فينا كتير، يعني احنا فعلا ممكن نبقى محتاجين صفقه واحده السنه الجايه. لكن بالنسبه للعيبه لا، احنا عندنا الاعمار السنيه ما بين 26 سنه ل 20 سنه لاصغر كمان في الاعمار السنيه. وكابتن طارق السنه اللي فات يعني السنه دي الموسم ده واللي فات بيستعين كتير جدا في اوقات معينه بناشئين يدفعهم عشان ياخدوا الثقه وياخدوا الخبرات مع الفريق الاول. نعم، وخلينا اقول برضو يا كابتن انه من وجهه نظري ده من افضل الاجيال اللي جت لكره السله سيدات. في عندك خبرات، في لعيبه لعبت بره، يعني نادين السلعاوي، عندك رنيم الجداوي، عندك يعني ميرال اشرف لعبوا في الان سي دبل اي في الثلاث جامعات في امريكا وقعدوا اربع سنين يمكن كلهم، فعندهم خبرات كبيره. عندك شباب، عندك شابات صغار السن زي ما حضرتك تفضلت وقلت. يعني قصدي اقول ان الجيل ده فيه يجمع ما بين الخبرات وبين الشباب. ولكن النهارده انا بتكلم على الالعاب كلها. النهارده الحقيقه النهارده الالعاب كلها انت بتتكلم في 17 بطوله الا لم تخن الذاكره. وخلينا يعني نستعذرهم مع حضراتكم، لو اتكلمنا في كره الطائره رجال عندك اربع بطولات خدها الطائره رجال، دوري وكاس وسوبر مصري وبطوله افريقيا. لو رحنا للطائره سيدات ثلاث بطولات، سوبر مصري والكاس والدوري ثلاث بطولات، ادي سبع بطولات. لو رحنا لكره اليد عندنا اربع بطولات، بطولة افريقيا الابطال وعندنا السوبر المصري والسوبر الافريقي وكان اخيرا الدوري. يبقى كده الرجال اربع بطولات، يبقى 11 بطولة. نروح لكرة اليد سيدات عندنا بطولتين دوري وكأس، يبقى كده 13 بطولة. نروح لهذا الفريق قدامنا كرة السلة سيدات، خدوا دوري وكأس وسوبر مصري ثلاث بطولات يا كابتن مظبوط؟ القاهره والجيزه، ولكن ما بيحسبش القاهره والجيزه. تمام. يبقى كده ثلاث بطولات، يبقى كده 16 بطوله. لو اتكلمنا عن كره السله رجال دوري المرتبط حتى الان يعني 17 بطوله، دول اجمالي البطولات اللي دخلت دولاب النادي الاهلي السنه دي في الالعاب الاخرى. والنهارده الناس ما بتفتكرش عدد البطولات، ولكن بتفتكر البطولات اللي راحت منك. يعني البطولات والله يعني النهارده انت راح منك بالظبط، انت راح منك عدد بطولات يعني لا تتعدى اصابع اليد الواحده في كل الالعاب دي. فالجماهير النادي الاهلي واخده على المكسب، جماهير النادي الاهلي حابه للمكسب، حابه للمركز الاول. فالحقيقه 17 بطوله، وتتبقى بطوله نتمناها تبقى 18 السنه دي ان شاء الله، حتى يكون موسم تاريخي زي الموسم السابق اللي فرق الجماعيه في النادي الاهلي. ولو اتكلمنا كمان عن السله والطايره واليد، احنا طبعا بنتكلم كتير، ولكن لو رحنا الالعاب الثانيه زي السباحه يا كابتن محمد، كابتن نديل، التنس الطاوله، سكواش، جمباز، كاراتيه، يعني حدث ولا حرج، التنس الارضي، تنس الطاوله. طبعا تنس ارضي. انا من يومين كده لقيت يعني كنت احصيت على صفحتي يعني في احد مواقع التواصل عدد البطولات، فلقيت طبعا بعض من جماهير النادي الاهلي بعت لي يا كابتن السباحه خدت الجمهوريه. ايوه. فالنهارده جمهور النادي الاهلي متابع كويس قوي، ولكن احنا بنتكلم عن الالعاب الجماعيه. الف مليون مبروك، منتهى السعاده النهارده واحنا بنتكلم عن الفرق الجماعيه، منتهى السعاده النهارده وانا بتكلم وكاس افريقيا رقم 12 جنبي. الحقيقه انا كل ما يعني ما مش قادر او تعالى يا كباتن احنا عينينا رايحه جايه عليها. خلاص هنبتدي. ايوه هنبتدي في 13 بعد كده 13. لا بس نشوف الدوري الاول ان شاء الله. يعني برضه ان شاء الله. طبعا بشكر حضراتكم يا كباتن، نورتوني شرفتوني النهارده. كابتن نبيل بخيت نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله السابق وضيف العزيز، نورتوني شرفتني. الله يخليك، متشكر جدا والحمد لله على الفوز النهارده، مباراه مثيره والحمد لله على توفيق النادي الاهلي. كابتن محمد موسى اسمح لي اقول لك انت ليك مستقبل كبير، يعني انا شايف ان انت زي والدك، حتى ليك رؤيه وليك على البرغم من سنك الصغير، ولكن الله اكبر تحليلاتك ورؤيتك الفنيه الحقيقه بحترمها جدا. نورتني جدا، شرف ليا وجودي معاك النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. يعني والحمد لله ربنا جعلنا دايما وشنا حلو على النادي الاهلي في الاستوديو، ودايما بنحقق بطولات واحنا موجودين ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن محمد. ربنا يخليك كابتن عايز. اعزائي المشاهدين، الفرحه دائما ابدا جميله، النادي الاهلي دائما بطولات ولا تنقطع، النادي الاهلي دائما ابدا بيبحث عن المركز الاول، المركز الاول فقط ولا غير. احنا بالنسبه لنا المركز الثاني زي الاخير، وهو ده اللي يميز النادي الاهلي. كل التمنيات والتوفيق لكل فرقنا الرياضيه، تتبقى بطوله وحيده وهي كره السله ان شاء الله يحققوا فيها الفوز. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الاخبار.